صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أوقات النهي التي لا تجوز الصلاة فيها؟ نعم. يقول أحسن الله عليكم: ما هي أوقات النهي التي لا تجوز الصلاة فيها؟ على سبيل الإجمال ثلاثة: من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس، وعند قيامها في وسط السماء حتى تزول إلى الغرب، ومن صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. هذه أوقات النهي على سبيل الإجمال. نعم.